الله قريبا. والله في شيء غني، في اشياء كثير بوم يعني مصري. ايه طبعا لك تقريبا ممكن نشوفك بمصر ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. انا اللي عايشه بسوريا واهلي كانوا عايشين بسوريا، قضيت طول عمري انا صغيره بسوريا، بس انا لبنانيه اصلا، بس كل العالم تفكرني سوريه. لما تعرضتي مثلا انت للانتقادات او قالوا انه انت عم تغني هذا اللون، هل حاولتي تغيري؟ لا ما رح اغير، ضل مثل ما عندك. اكيد. شو عم تحضري؟ شيء جديد؟ شو عندك شيء جديد حاليا؟ في اشياء جديده كثير. صواريخ؟ ايه في اشياء جديده كثير ان شاء الله. اهلي كانوا يمانعوا او الوضع بشكل عام؟ كات ما رح اجاوب على هذا الجواب. والله اكبر غلطه بحياتي لمين بتوجهيها؟ انا مو الحبيب ولا عم وجه لحدا، هي الناس صار بتحب يعني، في هلا ناس، في جيل جديده طالعه بتحب السوشيال ميديا.